حققت مملكة البحرين متمثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة بمدينة مومباي الهندية بمشاركة 300 مقاتل ومقاتلة من دول مختلفة من القارة الآسيوية. وقد رفع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى الرياضي الأول والداعم لقطاع الشباب والرياضة من خلال مشروع جلالته الذي ساهم في تطوير كافة القطاعات خاصة في قطاع الشباب والرياضة. كما أهدى سمو هذا الإنجاز لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. هذا وقد أجرى سمو اتصالات هاتفية مع مقاتلي الفريق هنأهم فيها على المراكز التي حصدوها وعلى المستوى الرائع الذي قدموه. وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الذي لا يقوم به المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لتطوير مستوى الشباب البحريني والتقدم في جميع الرياضات. كما هنأ سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة هذا الإنجاز. وأكد سموه أنه سيوفر كافة الإمكانات في سبيل إظهار المواهب الشابة البحرينية متمنيا سموه للمقاتلين وللطاقم التوفيق في المشاركات القادمة. كما أشاد سموه بما وصلت إليه الهند من تطور على مستوى رياضة فنون القتال المختلطة واستقطاب أكبر نجوم اللعبة الرياضية. وأعرب سموه عن شكره للاتحاد الهندي على دعوة الفريق للمشاركة في هذه البطولة. عام جديد يستقبله الفريق بإنجاز فريد، فقد توجت البحرين على الأراضي الهندية في ثالث مشاركة خارجية لتثبت رياضة الفنون القتالية بأنها أصبحت أكثر قوة ومثالية. فمن متابعة غير عادية صنع خالد بن حمد بدعمه واهتمامه لحظات تاريخية، فقد تمكنت البحرين من حصد 5 مراكز وتصدر الترتيب العام لبطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة. سيطر الفريق على فئة 57 كيلوغرام بعد أن وصل 3 مقاتلين إلى الأدوار النهائية، وأصبح القرار بيد الجهاز الفني الذي أجرى قرعة من بينهم. فقد حصل المقاتل حسين عياد على المركز الأول، والمقاتل فهد عبد الرزاق على المركز الثاني، والمقاتل حسن عياد على المركز الثالث. الحمد لله، يعني كل هاي اللي صار بفضل سمو الشيخ خالد وفضل المدربين كابتن رضا رينات هلدار وكل الشباب اللي وياي ساعدوني في الفريق واهلي اللي ساندوني واهلي يعني مو اهلي اللي بس بيتنا احنا اهلي اقصد اهل البحرين كلها. فالحمد لله انا اهلي هالفوز حق كل البحرين وحق كل الناس اللي ساعدوني ويتمنون لي الخير. الحمد لله، يعني انا غلبت 3 فايتات كلها من الراند الاول، الحمد لله كلها توفيق من ربي. وحسين طلع الاول، يعني احنا 3 فزنا في نفس الوزن. الحمد لله احس ان ادينا اداء زين بالنسبه للفريق وبالنسبه لي بشكل خاص، يعني كتجربه استفدت منها واجد، زدت الريكورد مالي 3 فوز الحمد لله. المقاتل عبد الله سينا خطف هو الاخر المركز الاول في فئه 61 كيلوغرام بعد ان استطاع ان يعبر من 5 نزالات وصولا الى النهائي ليحقق انجازه الاول مع الفريق. اهدائي اولا سمو الشيخ خالد اللي مو موجود معانا الحين، بس الدعم ما يوقف من البحرين وحق الفريق حق HK حق البحرين بشكل عام وحق الأهل كلهم قاعدين في البيت. علي إبراهيمي تمكن أن يعبر من 4 نزالات لتحقيق المركز الأول على فئة 77 كيلوغرام ليحقق هو الآخر إنجازه الأول مع الفريق في 3 مشاركاته. أول شيء حبيت أهدي الفوز حق سمو الشيخ خالد بن حمد ونشكره على كل السبورت والدعم، ولولا الشيخ ما وصلنا لهالمستوى ولهالمرحلة. الحمد لله الفارق كان نسبيا كان أقوى فايت، حاولت أقف وياه شوي، شفت إنه لا في الستاند أب أطول مني، عند طول اليد شوية يعني كنت متوهق إياه، فرحت لعب فيها تحت
الحمد لله وقدرت اخرتها اخلص الفايت بحركه الاخضاع المثلث والحمد لله. محمد الملا وعيسى العميري لم يوفقا في العبور من الدور الثاني، فقد تمكن محمد الملا من الفوز في نزال واحد، اما عيسى العميري فتمكن من الفوز في نزالين لكنه لم يوفق في النزال الثالث بالنقاط. والله البطوله كانت بالنسبه لي بصراحه يعني كانت ممتازه جدا، كانت يعني محاوله جيده من يعني ان نشارك في البطوله دي ونطلع يعني بنتائج الشرف. حبيت اشكر سمو الشيخ خالد على دعم لنا ومشاركه لنا، ولولا يعني كان ما جينا هنا وصلنا ورفعنا اسم مملكه البحرين. وحبيتها ان الفريق كامل سواء كان الفائز او الخاسر يعني احنا نطلع باسم الفريق يعني. والى منافسه من نوع اخر، حيث شهد ختام الاكسبو منافسه قويه بين المعارض التي حرصت على ارضاء الجماهير العاشقه والمحبه للرياضات القتاليه ورياضه كمال الاجسام بحضور نجوم العالم الرياضية والسينمائية، لتنجح الهند في وضع بصمة في أذهان من زار المعرض. بتصدر مملكة البحرين الترتيب العام تنتهي حكاية بطولة الهند المفتوحة لفنون القتال المختلطة، وتبدأ حكاية إنجازات جديدة يسعى من خلالها فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة لتحقيق إنجازات جديدة. حازم الشيخ لتلفزيون البحرين، مدينة مومباي الهندية.